في بداية يوم جديد نحب نبدأ يومنا بنشاط. ازاي نبدأ يومنا بنشاط؟ ان احنا نقوم كده نعمل أنشطة رياضية. بنشوف دايما كده في المسلسلات الأجنبية انه الأبطال بتوع المسلسل يقوموا بدري، ينزلوا يعملوا رياضة، وبعدين يفطروا، وبعدين يبقوا يروحوا الشغل بعد كده، وتحس انه النهار بتاعهم ايه تطويل قوي، ازاي مكفي كل الحاجات دي. لكن بصراحة الموضوع ده بيفرق جدا في نشاط الجسم ونشاط العقل، ويخليك تنتج أحسن، يخلي استيعابك أحسن. عشان كده قررنا ان احنا من النهارده هيكون معانا يوميا كده تقرير عن ازاي نغير اللايف ستايل بتاعنا، يعني طريقه حياتنا، وندخل في يومنا كده حاجات تخلي مودنا احسن، نشاطنا احسن، انتاجنا وطاقتنا احسن. ازاي نبدا يومنا بتمارين رياضيه جوه البيت؟ يعني مش هقول لك بقى ولا هقول لك انزلي اجري في التراك ولا لفي حوالين البيت ولا كل الكلام ده، في البيت تصحي من النوم تعملي شويه تمارين كده تنشط جسمك، تنشط عقلك، تخلي مودك ونفسيتك ومزاجك احسن. هو ده اللي هنشوفه من تقرير زميلتي العزيزه اميمه بدري، ومن اعداد زميلتي العزيزه ايه اشرف. خلونا نتابع التقرير مع حضراتكم. يا صباح الفل، النهارده هنتمرن تمارين في البيت حرك الجسم كله، تفوقنا شويه قبل ما نروح الشغل بتاعنا ونشتغل على العضلات كلها. يلا بينا هنعمل تمرينه بطريقه سيركت، طريقه السيركت. احنا هنعمل كل تمرينه ورا بعضها من غير بريك في النص. هنعمل من كل تمرين 30 ثانيه، نخلص كل تمرين ورا بعض كده ناخد دقيقه بريك ونعيدهم 3-4 مرات. يلا بينا. اول تمرينه معانا جامبينج جاكس، ثانيه هي اب، حد ثانيه ظبط نفسي معايا، يلا فرونت كيك، ما توقفش خالص، يعني على قد ما انا اقدر اوصل فرونت كيك. تمام كده هنعمل سكوات بالدمبل 30 ثانيه برضو. اتاكد ان كعب رجلي على الارض ومشط رجلي على الارض، ما ارفعش حاجه منهم على الارض، وبنزل بالراحه وبطلع. واخر حاجه هنعمل فات كيك، بس كده هنخلص كل التمارين دي كلها. 34 ثانيه من كل تمرينه هنخلصهم كلهم، هناخد دقيقه بريك ونعيدها من 3-4 مرات في البيت. جربوها وقولوا رايكم ايه. باي باي.